السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنت سولت لكم تقريبا هذه 3 ايام ياك، قلت لكم اشم تليفون تبغيو الفيديو الجاي، واش ريدمي 9 ولا الاس تي جي اس 20 ولا الاوبو اي 92. تقريبا 90% منكم، عفوا تقريبا 80% منكم ولا 74% طلبتوا لي ريدمي 9، وانا جبت لكم اليوم اللاشين. غادي ندير لكم المراجعه الكامله ديال هذا التليفون، غنعطيكم المواصفات ديالو كاملين، غنعطيكم المميزات والعيوب واش اللي كيميزو على التليفونات اللي بحالو في هاد الفئه وبهذا الثمن. خليكم معايا بلا ما تمشيو بعيد، نشوفوا اشنو كاين في العلبه ديال التليفون كنت فتحته من قبل، ونكملوا الفيديو. ما تنساوش اللايك. اول حاجه نهضروا على التصميم، على الديزاين ديال هذا التليفون. هذا صراحه تصميم اللي زوين بزاف، غير هو كامل من البلاستيك. باش نكونوا واقعيين، البلاستيك ماشي شي حاجه اللي كاليتي في التليفونات، ولكن كما كتعرفوا هاد التليفونات اللي في هذه الفئه وبها الثمن كاملين هم مصنوعين من البلاستيك، وكاينين حتى تليفونات اللي واصلين حتى 2500 درهم وكيكونوا من البلاستيك. هذه حاجه اللي تعودنا عليها في هذه الفئات بجوج، اللي هي الفئه المتوسطه والفئه الاقتصاديه. من غير التصميم ديال التليفون اللي كما قلت لكم زوين، والشكل ديالو زوين، وحتى اللون يعني لون جديد ربما في هذه الفئه. هذه نهضروا على بعض التويشيات اللي عجبوني في هذا التليفون. واول حاجه من هذه المميزات اللي عجبوني في هذا التليفون هو الراديو. الراديو كتخدموا في هذا التليفون بلا ما تحتاجوا تركبوا السماعات، وهذه حاجه زوينه. في تقنيه الاي ار كامل لكم كتعرفوا هذه التقنيه اللي كتخول لكم تحكموا في اي جهاز كيخدم بالريموت غير من التليفون. كيدعم ميكروفون اضافي خاص بعزل الضوضاء، والحاجه الزوينه اللي قليله في هاد التليفونات اللي في هاد الفئه هادي وبهاد الثمن، كيجيب منفذ شحن تايب سي، وهذه حاجه اللي مهمه بزاف تكون في التليفون. وفيه بلاصه السماعات من طبيعه الحال، وكيخدم جوج ديال لي كارت سيم زائد كارت اس دي ولا كارت ميموار في نفس الوقت. يعني ما غاديش تحتاجوا تحيدوا السيم جوج عاد تديروا كارت ميموار، لا كيخدم جوج كارت سيم وكارت ميموار. البصمه في الظهر والاداء ديالها ممتاز ممتاز ممتاز، خفيفه بالمعقول، وكيدعم الفيس لوك، وتا هو سريع بالمعقول وحسن من بزاف التليفونات اللي جربت من قبل. هاد التليفون فيه ثلاثه ديال الاختيارات ديال الالوان، اللون البنفسجي واللون الرمادي واللون الاخضر اللي هو هذا اللي عندي. وفيه جوج اختيارات في الرام والميموار، 3 مع 32 جيجا و4 مع 64، وكيجيب اندرويد 10 وواجهه شاومي ام يو اي 11، ويمكن لكم ديروا ليه الابديت ودوزوا الام يو اي 12. ومن الحوايج الزوينين اللي عجبوني في هذا التليفون اللي كيختلف فيهم على التليفونات اللي بنفس الثمن ديالو تقريبا، هو الشاشه. الشاشه في هذا التليفون من نوع اي بي اس ال سي دي، والدقه ديالها فول اتش دي بلس، وهذه حاجه واعره بزاف وهي اللي عجبتني في هذا التليفون. وكما كتعرفوا تقريبا 90% من التليفونات اللي في هذه الفئه كيكون فيهم شاشه غير اتش دي بلس، ماشي فول اتش دي بلس. وكاينين حتى بعض التليفونات اللي ب 2000 درهم ب 1900 درهم وفيهم غير شاشه اتش دي بلس ماشي فول اتش دي بلس. المهم ما عليناش، كما قلت لكم الشاشه هنا فول اتش دي بلس، الحجم ديالها 6.53 انش، وبمعدل كثافه بيكسلات 395 بكسل في كل انش. حتى هذه حاجه زوينه، وكما كتشوفوا الفرجه فيها مزيانه، الالوان فيها مزيانين، والصوت مزيان. ماشي نقارنوها مع السوبر اموليد من طبيعه الحال، نقارنوها غير مع شاشات الاي بي اس ال سي دي اللي في تليفونات ديال هذه الفئه وبها الثمن. وعلى العموم شاشه مزيانه، احسن من الشاشه اللي في الريلمي سي 3، واحسن من الشاشه اللي في الريلمي 6 اي اللي الثمن ديالو داير 2000 درهم تقريبا. المعالج اللي في هذا التليفون من ميديا تيك هيليو جي 80، وهذا هو نفس المعالج اللي كاين في الريلمي 6 اي اللي الثمن ديالو داير 2000 درهم. وما غاديش تلقاو مشكل في التنقل بين التطبيقات، تفتحوا بزاف ديال التطبيقات في نفس الوقت وتدخلوا من هذا وتخرجوا من هذا، ما كاين حتى شي مشكل، يعني كيخدم سريع وعادي ما كاينش مشكل. وبالنسبه للالعاب والاداء الرسومي ديالو، غادي ندير لكم فيديو بوحدو وغادي نجرب فيه البابجي الفري فاير والكول اوف داتي، ولا بغيتوا شي لعبه اخرى حتى نجربها فيه قولوها ليا في الكومنت ونجربها فيه. وغادي ندير لكم فيديو ان شاء الله غدا ولا بعد غدا نتيستيو فيه الالعاب خاصين في هذا التليفون هذا، باش ما يكونش هذا الفيديو طويل بزاف، ونشوفوا الاداء ديالو في جميع الالعاب كما قلت لكم. والحاجه الطوب هنا، الحاجه اللي واعره بزاف، هي الباتري. الباتري هنا ماشي غير كبير 5020 ملي امبير، لا تجربه ملي خرجتو من الكارطونه تقريبا، دوز معايا النهار كامل خرجتو من الكارطونه شعلتو لقيت فيه تقريبا 66%،
نهار كامل وانا خدام به، كان تيستي فيه، كان تفرج في الفيديوهات وانصاليت فيه شي العاب ببجي، كان وجدهم الغداء كان تفرج في الفيديوهات. المهم تقريبا نهار كامل مكونيكتي وي فيه، بقى فيه دابا 34% من 66، 34% يعني تقريبا الله نقص هذيك 40%، انا ما عنديش مع الرياضيات تحسبوها نتوما. المهم الباتري فيه ناضي، ناضي بمعنى الكلمه، وزيد على داك الشيء كيدعم الشحن السريع عن طريق المنفذ التايب سي كما قلت لكم. الشحن السريع اللي كيدعم هو 18 واط، ولكن ما كيجيش مع الشارجور في العلبه 18 واط، كيجي مع غير 10 واط. الا بغيتو تستافدو من 18 واط خصكم تشريو شارجور اخر، هذه كنظن ماشي شي مشكله اللي كبيره، غير هو ضروري تسناو شويه حيت الباتري 5000 ملي امبير غيخصو شويه تايم باش يتشارج. ومن الباتري ندوزو للكاميرات، الكاميرات اللي كيجي بالخلف باربعه ديال العدسات، الاساسيه فيهم بدقه 13 ميجا بكسل بفتحات عدسه 2.2، والعدسه الثانيه الترا وايد بدقه 8 ميجا بكسل، والعدسه الثالثه ماكرو بدقه 5 ميجا بكسل، والرابعه 2 ميجا بكسل خاصه بالعزل والبورتري. وعلى العموم انا جربت التصاور ديالو، التصاور ديالو مزيانين ولكن في الضوء، يعني البلايص اللي فيهم الضوء خصوصا الا كنت كتصور برا بلاصه مشمسه كذا التصاور كيطلعوا ناضي بكل صراحه، ولكن الا كنت كتصور وسط الدار بلاصه ما فيهاش الضوء مزيان ولا بالليل التصاور نقدر نقول لك ما تعتمدوش عليهم. الفيديو اللي كيصور على التليفون فيديو ضعيف، ماشي شي فيديو اللي تقدروا تعولوا عليه، وخصوصا اللي بغى يصور مثلا فلوغات ولا شي حاجه يلوحها في اليوتيوب كيصور غير الفول اتش دي، وكيصور حتى سلو موشن ولكن بجوده اللي ضعيفه بزاف، هي 720 بي ب 120 اطار في الثانيه. بالنسبه للكاميرا ديال السيلفي الدقه ديالها 8 ميجا بكسل، والتصاور ديالها حتى هي مزيانين ولكن في الضوء، حتى هي ماشي في الظلام، ماشي في الداخل ديال الدار، في الداخل ديال الدار في الاضاءه اللي منخفضه ما يمكن ليهاش تعطيكم يعني تصاور تعتمدوا عليهم ولا تصاور اللي تبارطاجيوهم في الانستغرام ولا الفيسبوك. والخلاصه ديال التليفون صراحه تليفون اللي زوين من ناحيه التصميم، واخا كامل بلاستيك حنا كنهضروا غير على الشكل ما كنهضروش يعني على الكاليتي والجوده، الجوده راه البلاستيك ماشي شي جوده اللي غتعتمدوا عليها. بالنسبه للمعالج، بالنسبه للباتري، بالنسبه للكاميرات، بالنسبه للشاشه، هادشي كامل زوين في التليفون. قلنا الالعاب مازال ما تيسيناهم، ان شاء الله غدا موعدكم مع فيديو اخر، ان شاء الله غدا ولا بعدو غادي نحط لكم ونتيسيو فيه الالعاب اللي كيعجبوكم ونشوفوا الاداء ديالو في الالعاب، وديك الساعه يمكن لكم تشريوه الا كنتو مهتمين بالالعاب. الا ما كنتوش مهتمين بالالعاب بغيتو تليفون اللي تكون فيه شاشه زوينه وتقضي لكم غرض ويعني الاستخدام العادي، صراحه تليفون اللي كيبان لي انا مزيان عادي. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيو يشرو الاوكازيون، كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وما تنساوش لايك الفيديو، وما تنساوش تشاركوا في لاشين الا مازال ما مشتركين، شاركوا القناه مع اصحابكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.